عمرك سمعت عن العين الثالثة؟ يلا نتعرف عليها. وما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي شيء ذكر بالقرآن فهو لمصلحتنا. ومن بعد صلاة العشاء. الغدة الصنوبرية أو ما يسمى العين الثالثة هي غدة صغيرة بحجم حبة الحمص. وين مكانها؟ بجمجمة الإنسان فوق وخلف الدم بشوي. تفرز مادة الميلاتونين. شو هالمادة بتعمل؟ تحمينا من السرطانات. وما بتعمل هاي الغدة إلا في الظلام في العتمة، يعني من بعد صلاة العشاء لحتى قبل الفجر بساعتين. سبحان ربي الأعلى. الغدة هاي الصغيرة اللي 180 ميلي جرام مسؤولة عن إشي خطير. وما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، الأمراض من أنواع الشقاء، ورب العالمين ما بدو يانا نشقى ونتعب مع هالأمراض. السرطانات تقريبا اللهم عافينا واعفو عنا منتشرة، في كل بيت بتلاقي مريض سرطان. ليش؟ أجدادنا ما كانوا يتعرضوا إلا لضوئين، ضوء الشمس وضوء القمر الخافت. ما كانوا يتعرضوا مثلنا للأضواء الصناعية. نحن للأسف عكسنا حياتنا، صارت أعراسنا وحياتنا الصاخبة كلها بالليل وبنهار للأسف نايمين. هاي الغدة موصولة مع النواة فوق الصالوبية، وموصولة مباشرة مع العصب البصري. هاي الغدة هي المسؤولة عن الساعة البيولوجية للإنسان. كل يوم بتوقيت إلهي مذهل، أول ما يحل الظلام هاي الغدة بتفرز مادة الميلاتونين، لقاح مجاني يومي يمشي بدمنا، يمنع الأكسدة بالخلايا فبتمنع مرض السرطان. سبحان ربي ما أعظمك. عشان هيك سبحان الله هاي الغدة مربوطة وموصولة بالعصب البصري. كل ما عيننا عم تتعرض لضوء صناعي، سواء ضوء الغرفة أو ضوء الموبايل ضوء اللابتوب، بيتخبر الغدة إنه الظلام ما حل، الليل بعده ما إجا، فهي ما بتشتغل إلا في الظلام. فهيك نحن عم نخسر يوميا هذا اللقاح المجاني، لأنه ما بتشتغل إلا في العتمة. حتى لو نحن ما بدنا ننام، يفضل نقعد بالعتمة، عرضوا حالكم للعتمة، نعرض حالنا للعتمة من بعد صلاة العشاء لا قبل الفجر بساعتين، عشان نكسب هذا أو هاي المادة اللي بتحمينا من هالمرض. اللهم عافينا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار